أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج الذي نسمع فيه أصوات يعني صوتكم وآرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع التي نطرحها فيه. قناة الرافدين تنتظركم بعد الفاصل. أهلا ومرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. حلقة اليوم سنتكلم فيها عن كثير من القضايا المهمة في العراق، أهمها ما يتعلق بالعملية السياسية الغير قابلة للإصلاح كما وصفها الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري، قائلا أن هذه العملية تخضع لإيرادات دولية وأقليمية خارجية. هذا الأمر صحيح، حيث أن العملية السياسية في العراق إما تسير من قبل إيران وإما تسير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، والطرفان يتصارعان فيما بينهما على مصالحهما الشخصية. فإيران تريد توسيع النفوذ والوصول إلى البحر الأبيض المتوسط والسيطرة على ما يسمى وما سمته سابقا بالهلال الشيعي، أما الولايات المتحدة الأمريكية فهي تريد خيرات العراق، تريد نفط العراق، تريد المعادن الموجودة على أرضه حتى ترابه فهي تريده. اليوم هنالك الكثير من القضايا التي أثارت استهجان الناس، وهي نحكيها بالعامية أنه اتهامات إلى القوات الأمريكية بأنها هي قامت بجرائم حرب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أو القوات العسكرية رفضت الكلام عن هذا الأمر وتمنع الجنود من الإبلاغ عن جرائم الحرب التي تحصل في العراق. وهنالك تقرير نشرته مواقع مختصة بانتهاكات حقوق الإنسان ومختصة في متابعة قضايا حقوق الإنسان، أشارت إلى أن هنالك الكثير من الجرائم قام بها مثلا أحد قادة وحدات الكوماندوز التابعة لسلاح البحرية الأمريكي ويدعى إدوارد جلاغر أثناء وجوده في العراق، منها إما قتل طفل ذبحا أو إطلاق النار على عجوز أو رجل كبير في السن وطاعن في السن، أو إطلاق النار من قبل قناصة على طلاب مدارس وطالبة مدرسة وقنص طفلة، رش الأحياء السكنية في الموصل بالصواريخ ورصاص المدافع الرشاشة بشكل عشوائي. السؤال هنا، الولايات المتحدة الأمريكية التي تدافع عن الديمقراطية والتي صدعت رؤوسنا وهي تقول إنها أتت لنشر الديمقراطية في العراق، يا ترى وين الديمقراطية لما جندي من جنودها يقنص طفلة وتمنع أحد يحكي بالموضوع؟ وين الديمقراطية لما قائد من قادة جيوشها يقتل رجل طاعن بالسن بدم بارد وهمينا ترفض الكلام عن الموضوع؟ وين الديمقراطية وين حقوق الإنسان وين البلد الذي يتسم بكثير من القضايا التي تخص حقوق الإنسان ويدافع عن الحريات ويدافع عن حرية الرأي ويدافع عن حرية وكرامة الإنسان والمواطن أولاً؟ وين هاي الشعارات اللي أمريكا صدعت رؤوسنا بيها لما نشوف جندي يرش الأحياء السكنية بصواريخ وما يقدر المواطن العراقي يحصل حقه، ما يقدر يحصل شيء من القضاء العراقي أو القضاء الأمريكي، ولا يقدر يحصل شيء باعتذار رسمي؟ ويا ترى الحكومة العراقية تدري لو ما تدري؟ فإذا كانت ما تدري فهي ليش قاعدة تحكم؟ وإذا كانت تدري فالطامة كبرى. أول اتصال ويانا اليوم علي من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل أخي. تحية لك، تحية
الراقدين، تحية للسادة المشاهدين. حياك الله. الدنيا مشتعلة وسائل التواصل الاجتماعي بسبب اكو جندي عراقي من ايام الحرب الايرانية مع عبد الامير الجادري. ايه. بسبب السيول بعد 37 سنة نعم فتى السيول ورجعت سعر الشهرة جثة الآن. اللي باقي من عنده ساعة والمتاتة الفطية اللي كانت تتعلق برقاب الجنوب برقبته. نعم اللي فيها الاسم وقلم. سبحان الله الدنيا مشتعلة بهذا الخبر، وكأنه سبحان الله أبى هذا الجندي العراقي أن يدفن في أراضي الفرس والعجل ورجع إلى حكم العراق. سبحان الله، يعني العراق يظل أكرم وأكثر من أن يدفن ويتواجد في أراضي فارسية. إلى متى يا عراقيين؟ إلى متى؟ اصحوا يا عراقيين، إلى متى؟ إيران فرس والعدم ما احنا أعدمي ولا فاقي على العرب لا ورب الشعب. اصحوا يا شباب العراق، اصحوا يا عرب، اصحوا يا عراقيين. شوفوا هذا شلون رجعت السيول بالعراق. شوفوا شلون بعد 37 سنة. بعد 37 سنة رجعت الجثة للعراق. نعم. سبحان الله. وشكراً أنا. شكراً لك أخ علي. يعني عبد الأمير الجابري الله يرحمه جندي عراقي حارب مع الجيش العراقي، دافع عن أرض العراق، إن كان أسر وقتل في الأسر ودفن في إيران وعادته السيول إلى العراق، وإن كان استشهد في مكان لم يعلم به الجيش العراقي وعد كمفقودين، وبعد ذلك أعادته السيول بعد هذا الزمن الطويل. يا سيدي القضية هي مو قضية عبد الأمير الجابري أو السيول جابته أو لا، هذا مواطن أعاد السيول إلى أرضه، أعادته إلى وطنه، أعادته إلى المكان المفروض يندفن به من أول يوم بيستشهد دفاعا عن هذه الأرض. القضية وما بها أنه الحكومة العراقية لما تشوف هذول الناس قاعدين ينقتلون بالجملة، ينقتلون على إيد ميليشيات وينقتلون على إيد جيش أمريكي وينقتلون على إيد جيوش دا تتدخل بالعراق، ليش ساكتة عن كل هذا الأمر وهي تمشي وتصيح السيادة العراقية ونحن ندافع عن السيادة العراقية ونطالب بالسيادة العراقية؟ ولما يطلع ترامب يحكي يقولون أين السيادة العراقية، بس من يطلع حسن روحاني يحكي كلها تلصم. أبو طه من العظمية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أصدرك أستاذ أولى قناة الرافدين المحترمة. حياك الله أستاذ. بالنسبة للاحتلال الأمريكي بعشير اللي سووا بينا أكثر من اللي سواه. نعم. دمر البلد كله، هجر الشعب كله، وبالإضافة إلى إيران العميلة الثانية إلى أمريكا، لعبة ما لعبت بالعراق، قتلت الناس الأبرياء بدم بارد، هجرت العالم، زين يعني ما خلت على حالنا حال ايران. ايران شو تريد من عندنا بالضبط؟ بس اريد افتهماني رحمة النبي، شو تريد من عندنا ايران اكثر من اللي سوته بينا؟ يعني حرب صارت بالثمانينات بانه وينهم منتهت ضامينا صار لحد الان، وهاي متعب هيطلع لنا بيها الرئيس الامريكي سوف احاصر الايرانيين وسوف كذا وسوف كذا. هو حاصر الايرانيين صحيح، بس انتم جماعتنا شنو متشربين بالايرانيين؟ انتم الحكومه العراقيه شنو متشربين بالايرانيين وتساعدون الايرانيين؟ والايرانيين بنفس الوقت هم اللي دمروا العراق بعد امريكا، هم حطموا العراق.
ليش تساعدوهم بالتجارة بالنفط وكذا؟ واحنا هم انحرينا بحصار، ما حد ساعدنا بالتسعينات. ليش يعني اكثر من اللي يمر به الشعب العراقي؟ الشباب هاي قاعد تنتحر، النساء قاعد تنتحر، ليش يصير بينا هذا الشيء؟ من العوز استاذ. زين؟ كل هذا من العوز، لو الحكومه موفره حياه طبيعيه للبشر، ليش ينتحر البشر؟ زين؟ ليش يصير بينا الحال هاي؟ يعني احنا مو اول بلد تطب لامريكا، هسه انتوا حبيتوا واستحليتوا العراق ودمرتوا ما دمرتوا وبقتوا ما بقتوا، زين؟ وحكمتوا صدام حسين على مود 143 واحد بالاعدام وعدمتوه، عدموا المالكي اللي ذبحها للعالم استاذ، حطمها للعالم المالكي. نعم. جزيرة ذبحة الحويجة والرمادي الصقلاوية، يعني ما خلى المالكي وما حد يقدر يقول له على عينك حاجب وزي يصول يجول بالساحة. نعم. زين، وصدام حسين تاج العرب، الله يرحمه تاج على رأس العرب، كان عدموه على مود قضية الدجيل. ويقولون المقابر الجماعية، لا صرنا أكثر من المقابر الجماعية بالأول. الميليشيات من صبحة، الحكومة من صبحة، إيران من صبحة، أمريكا من صبحة، يعني دمروا البلد دمروه. نعم. يريدونه احنا هيهات نطلع من البلد. احنا هيهات هاي قطنا وخلي يشيلوها من نزالهم. العراقي الاصيل يبقى عايش بهالبلد هذا ويتحمل كل ما يجرى عليه. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طلعتهم قريبه وعلى ايد العراقيين الشرفاء. نعم. زين. جو ثاني اشكرك استاذ. ابو طه من العظميه، شكرا جزيلا لك. من الكويت عندنا سعد، حياك الله يا سعد. يا هلا بيك يا أستاذ نسل يا محترم يا هاشمي الغالي. حياك الله. أستاذي ليش ينقتلون حسب ما قلت بالجملة؟ هذا لا يجوز، هذا حرام، هذه جريمة النكراء، والجرائم مرفوضة محرمة، عرضه ما له دمه. ولكن يا أستاذي الأوادم والزلم والنشامة تريد تعيش، تريد أمن وأمان واستقرار من البرلمان والحكومة، والأوادم يريدون علاج سريع، يريدون مكافحة المخدرات، يريدون عمل، يريدون توظيف العاطلين ومكافحة البطالة والفقر. وإلى اللقاء، تحياتي لك يا أستاذي محترم. حياك الله أخ سعد وشكرا جزيلا لك لمشاركتك بالبرنامج. أبو محمد من تركيا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. والله يعني من أين نبدأ الحديث لا نعرف، لكنه هي اللي قامت فيها أمريكا العدوان الإجرامي اللي أتت بالفوضى الخلاقة التي هي أرادتها أن تكون هكذا. نعم. واللحين بوش أعلنها صراحة بدون أي إطاء أنها حرب صليبية، والأعراب الذين استعدوا الأمريكان على العراق لا يدفعون ثمن غالي. نحن لا نشمت في أحد، إنها أرض العرب والإسلام، لكنها حقائق واقعية. أمريكا أتت بأجندات قذرة جدا وتحمل كل معنى اللا أخلاقية اللي يتمثل بها الغرب. مع الأسف أردناها يعني حياة حوارية، ولكن أرادوها حياة تدميرية، أرادوا أن يدمروا ما موجود فوق هذه الأرض. نعم. أخي حقدهم كان على البشر وعلى الأرض وعلى سمائها وعلى أنهارها وعلى كل شيء فيها خير. نعم. والأسوأ من هذا أنه الاحتلال الإيراني كان أبغى وأشمل، وكان يمثل أجندات قذرة يعني تحملها الروح الفارسية العدوانية التي تستعلي على القوميات الأخرى وعلى البشر. وهذا موجود حتى في شعرهم، أحد شعراهم قبل سنتين أصور قال
يعني يحاور الله تعالى كأنه يقول ربي أقبل أن تضعني في جهنم ولكن لا أريد أن أسمع العربية. انظر إلى الحقد الدفين اللي تم هذه الجارة السيئة على مر الأزمان من قبل الإسلام ولحد الآن. ومع الأسف كل الحكومات اللي توالت يعني كانت تمثل إرادة المحتل إن كان المحتل الأمريكي أو الفارسي. نعم. لكن يبقى شعب العراق أبي ويبقى شعب العراق شانخ. والحالات اللي أتت نذكر التتار وما حدث بعد التتار. فستكون هذه الفترة المظلمة إن شاء الله نبراسا لكل الخيرين في العالم الإسلامي وفي العراق خصوصا في أن يستنهض من جديد. جزاكم الله خير. الحديث شكراً. طويل نريد أن نتيح الفرصة للآخرين. شكرا شكرا لك أبو محمد من تركيا. يعني المضحك أنه لما نقعد نتفرج تلفزيون ونباع الأفلام الأمريكية اللي تنتجها هوليوود ويبينوا لك انه الولايات المتحده الامريكيه هي عايشه في عالم اخر بحيث انه 90% من الناس تريد تروح تعيش بهذا العالم اللي ما بي ظلم، اللي بي قانون، اللي بي وزير يحاسب وسيناتور يحاسب، واللي يحكي كلمه يحاسب عليها، واللي يشيل سلاحه الدوله كلها تنقلب عليه لانه يردون يلقون القبض عليه لانه هذا الشخص مجرم وده يثير الرعب في نفوس المواطنين. لكن لما توصل السالفه ليمنه ويجي جنديهم اللي هو عايش ضمن هاي القوانين اللي هم وردوها لنا بافلامهم وبفيديوهاتهم وبمسلسلاتهم يصير الامر يختلف. طفل شنو يعني طفله عراقيه يقنصها جندي امريكي او قائد امريكي؟ شنو يعني؟ ليش هاي بني ادمه بنظرهم يعني مثلا؟ ما اعرف. هل هو هذا الفكر اللي يفكر به هذا الضابط او الاداره الامريكيه؟ هل يفكرون انه هم بشر واحنا مو بشر؟ شنو فرقهم عن هتلر؟ هتلر كان يقول احنا جنس اري، احنا الالمان فوق الجميع. زين شنو فرق الامريكان لما يفكرون بهاي الطريقه؟ شنو فرق الامريكان لما اعتدوا على صابرين الجنابي وقتلوها هي واهلها؟ شنو فرق الامريكان عن هتلر لما سووا مجزرة حديثة؟ وشنو فرق الأمريكان عن النازية لما سووا مجزرة ساعة النسور؟ وشنو فرق الأمريكان عن هتلر اللي دينوه واللي رفضون يسووا له تمثال أو يذكروه بالتاريخ إلا بما هو سيء يذكروه طبعا باللي سووه بالعراق من 2003 لليوم؟ أكبر جريمة بحق التاريخ وبحق العراق تسليمهم العراق إلى إيران. إيران عندها حق الدفين على العراق وعلى العراقيين، احنا نعرفه. والدليل اللي عنده ضابط بالجيش العراقي ويعرف ناس تأثروا من 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 ضباط الجيش العراقي او منتسبي الجيش العراقي ابان الحرب العراقيه الايرانيه، خلي يسالون يعرفون ايرانيين ايش كانوا يسوون من تعذيب بالضباط وبالجنود وبمنتسبي الجيش العراقي، خصوصا اذا كان ضابط رفيع الرتبه او ذو مرتبه بالجيش. خلي سألهم شان يسوي الجندي الإيراني بهذا الضابط من تعذيب، والصورة اللي موجودة بالنصب مال ساحة التحرير أصور اللي سيارتي لازمته وقاطعته عفوا نصب حرية. زين هذا حقيقي مو شقة. محمد من الديوانية حياك الله. من السلام كركوك. عليكم. من كركوك. من كركوك. العفو أخوي. حياك الله. مرحبا. تحياتي لك. حياك الله. وتحياتي لقناة الرافدين وكل من يسمع قناة الرافدين. حياك الله وبياك. جرائم الأمريكان الجيش الأمريكي وما ينوصف. حتى الدفين على العراق من أجل مصالح الشرق الأوسط وخاصة العراقيين. بعدين العراق يقع إلى في منطقة يعني جغرافيا هو واردات لكل العرب والدول الشرق الأوسط والغرب كلها من العراق. نعم. من منافذة من موارده
من خيراته، هذا اللي سبب خلى أمريكان يضعف العراق في سبيل من أجل مصلحته. وشيء ثاني، أمريكان باع العراق لإيران، باع العراق على صينية من الذهب لإيران، اتفاقية بين أمريكان وبين إيران في سبيل يضعفون الشعب العراقي، العراق واردات العراق يضعفون. احنا نسينا زمن سنين حرب ايران العراقية الايرانية، احنا نسينا جرائم ايران، احنا نسينا جرائم بسيتين، احنا نسينا يوم الشهيد 1/12 اللي سووا بالاسرى العراقيين بسيتين. 8 سنين دمار دمار، وعوفونا عني هسد، عوفونا هسد لحد الان عندهم اطماع بالعراق، يجين يضعفون العراق، يجين هم الحكومات العراقية هسه بيد إيران، إيران دا يتصرف بالعراق. أمريكا نعلى على أمريكا اللي يسوي العراق هيجي وانقبين إيران. هذا الشعب لا حول ولا قوة إلا به، والله الشعب العراقي متكاتف متآلف متخاوي من الجنوب للشمال من الفاو للزاخر، كل الشعب العراقي سنة وشيعة وبقية الطوائف والأديان كلهم عراقيين وصلاء يدون خير لشعبهم، يدون خير للعراق. لكنه مع كل الأسف الحكومات المتعاقبة، ولاها الإيران قسم، ولاها الأمريكا قسم، ولاها الإيران، فهذا الشعب المسكين واقع بيها، هم هذا الشعب العراقي المسكين واقع بها يتحمل وزرها. ونسأل الله، نسأل الله أن يحفظ هذا الشعب. عمي الشعب شعب 65% المحافظات الشمالية، نقول محافظات السنية، نقول والله محافظات الجنوبية منين متهجولين برا، متهجولين برا عم الرمادي الموصل وتكريت بعقوبة ديالة، متهجولين مناطق محافظات الشمالية كركوك. تدري ايش قد نازحين اكو بكركوك؟ تدري ايش قد فقراء اكو بكركوك؟ تدري ايش قد اكو متسولين بكركوك؟ كلهم من ابناء ونساء النازحين. فالله يرحم في حال الشعب العراقي، واسال الله ان يحفظ هذا الشعب العراقي من دنس الاجناس حاشاكم، ومن دنس اليهود والامريكان. نعم. شكرا 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 لك اخ محمد من العاصمه بغداد. ابو زهراء حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك اخي الحبيبي؟ شلون صحتك؟ نحمد الله، انتم شلونكم؟ بخير الحمد لله. تفضل. انا اريد اعلق على اخونا اللي قبل، اخونا هذا المتصل هسه يوم يقول هاي الحكومه العراقيه وقالت الحكومه العراقيه، منين اكو عندنا احنا حكومه عراقيه؟ هي حكومه محتله عباره عن شريان مجوسي، وعباره عن طاسه مثل ما يقول ذاك الواحد امريكيه. نعم. انت منين احنا، منين ما عندنا احنا اخويا حكومه عراقيه، ولا عندنا ناس يعني عندهم غيره على هذا البلد، ولا عندهم شيء حميه بهذا البلد. صدقني والله العظيم ما يعرقون بيك ولا شعره، ويكيفون يموت عسكري شرطي جندي مواطن عراقي، كيفون ناقص واحد، هذا ما هم بس العتب على الناس هاي اللي تتبعهم، والناس هاي اللي ماخذه وياهم زعماء حكومه وقاعد حكومه. وبالنسبه لهذول المعممين، مرصد اخوانا يعني نسمع لا حد ياخذ علي هذا الكلام، يعني هذا حكي انا ما اقصد به الناس الشرفاء، انا اقصد به الناس الحشا السامع اللي هم بريئة منهم الدين والاسلام. نعم. متقبعين بالعمايم ورؤوسهم حشا السامع أجلكم الله حاطين طي ديران. أنت إذا عراقي ومسلم حقيقي، الله سبحانه وتعالى يقول بالقرآن بكتابه العزيز، المسلم سلم الناس من يده ولسانه. نعم. هذول وين يعرقون؟ لا بإسلام ولا بدين ولا بفوشي. فوالله يا أخوان الكريم كل المتصلين يسمعون هذا الكلام، والله ما يعرقون بكم ولا بشعرة ولا يشرونكم ولا زبانة، إذا أنتم موجودين هم ما يدرون، هذول ما عندهم هم لا هذا ولا ذاك ولا طويل ولا صغير. نعم. والله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. نعم. اخي الكريم لازم الانسان يحس على نفسه، عيب
والله عيب علينا، يعني من السحي احنا نقول الحكومه قالت حكومه وقالت حكومه، يعني احنا حكومه احنا، هذول اذناب المحتلين سلطوهم على رقابنا وعلى رقاب هاي الناس المساكين اللي هسه جاي تاكل من الزباين. والله العظيم النواه تطلع الغبشه القى نسوان وقتات على الزباين نقطه طماطم خايسه خياره من شنو، والله العظيم اقف عليهم اريدهم ياخذوا من عندي شيء مساعده انطيهم من عندي، والله العظيم مو مبالغه يا رب انت تدري ما ياخذني عزت نفسهم وكرامتهم، والله ما تاخذ مني، والله توسل بي اي دحب من عاله بس تاخذ مني ما تقبل. يا اخي الكريم هذول عودها السيدين ينفعونا؟ هذول ما ينفعونا. نعم. والله اذا ما يريد الانسان يغسل جلده بيده ما حد يغسل جلده. اسال الله يا ربي ان يطهر بلادنا من كل المحتلين ومن كل اذنائكم، واسال الله العظيم جل جلاله ان يطهر بلادنا من كل الايرانيين ومن كل اتباعهم ومن كل من يحب ايران. اسال الله ذلك، وانا اسف على الاطاله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا شكرا لك ابو زهراء. صباح من بغداد حياك الله. الو الو عيني اخ صباح تسمعني؟ لا لا انا عقيل من فرنسا. عقيل من فرنسا حياك الله. الله يحييك الله يسلمك. سلام الى كل قناة الرافدين الابطال والى البطل اخوي ابو عمر. حياك الله. دا اسمع البرنامج هسه قبل شويه اللي تحكي على الامريكان والاجرام اللي سووه واحتلوا العراق والقتل والشسمه والتعذيب وسووا ما سووا والناس كلها شافته. زين هاي متفق وياك. ايران الفارسيه حاربناها 8 سنين وعداها من ايام كسرى، هذول معروفين، الله سبحانه وتعالى قال لنا اياها لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. وقال لا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم. ذولا أعدائنا نعرفهم إلى يوم القيامة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة. اجت أمريكا احتلت العراق سوت سوته وطلعت طلعت وجثثها شافوها العالم كله. نعم. زين انكسرت أمريكا انفضحت بالعراق آلاف الجثث، وهنا أنا عايش في فرنسا الفرنسيين يحشون باسم الفلوجة، يحشون باسم قناص بغداد، يحشون بالجيش الإسلامي، فرنسيين يحشون بالفلوجة عسوينا بالأمريكان. زين أمريكا جت احتلت طلعت، إيران حاربناها 8 سنين دسناها بالقندرة وقبل 1400 سنة انداست. زين عندها عداء ويانا فرس نعرفهم. يعني اليوم المشكلة مالتنا من نقول احنا امريكا، تقول امريكا عذبت وقتلت وسوت وسوت. امريكا طلعت من 2007 2008 طلعت امريكا. مجزرة الحاويج البارحة تحشون عليها. مجزرة مسجد سارية. المجازر اللي صارت. ابو عزرائيل ابو شسمه اللي جابوه تحت الدبابة ومشوا عليه بالدبابة اللي قصوا اذنه. نعم نعم نعم. اللي حرقوه. انقطع الاتصال يا الأخ عقيل من فرنسا. صباح من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للعراق وكل ما نمر به من مشاكل ومن احتلال ومن قتل ومن تشريد ومن تهجير، هي المسؤولة عنا الأول والأخير الاحتلال الأمريكي. موافقة وتأييد الأمريكان أيضا للإيرانيين أن يصير كل هالجرائم هاي من 2003 لحد الآن. شنو الانجازات اللي يفتخر بها المواطن العراقي اللي قدمتها امريكا اللي دعت انها جت تخلص العراق وتبدا الحريه والديمقراطيه وخلاص العراق من النظام السابق واللي هو كان نظام وطني طبعا. الامريكان شنو قدموا غير القتل والتشريد وغير تدمير مناطق السنه اللي قاومتهم؟ اي منطقه من دمرت حاليا من مناطق السنه هي جاي تدفع الضريبه والثمن لانها قاومت الامريكان. الأمريكان كل ما يصير من جرائم بعلمها، يعني لا تتصور لا يتصور الشعب العراقي أن الأمريكان ما مسيطرين على كل فواصل الدولة، يعني نعم. بالاتصالات وبالأقمار الصناعية وغيرها، ويعرفون كل تحركات الميليشيات الإيرانية اللي جاي تقمع بأبناء السنة. فالأمريكان راضين بهذا الوضع، وهم وصلهم
العراق إلى هاي الحالة المزرية. كل الجرائم الفسفور اللي استخدمتها بالفلوجة والإبادة والقصف اللي يسمونها العشوائي اللي دمر الموصل هو بغطاء جوي من قبل الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين والإسرائيليين. كل شاركة بتدمير المناطق اللي يسموها محررة وهي احنا نعرفها مو محررة مدمرة. يعني كانوا يسوون غطاء جوي للميليشيات الطائفية بالموصل وبتكريت وبالأنبار وبغيرها وبديالة يسوي لهم غطاء جوي وتتحرك الميليشيات وممرات آمنة ويطلعون الأبرياء وتجي الميليشيات تقتل الأبرياء بحجة انهم هذول داعش وإرهاب داعش وغيرهم كذب وكلهم ناس مدنيين عزل ومبينين من لبسهم ومن أشكالهم ومن أعمارهم والأطفال اللي قتلت والجثث الموجودة حاليا بالموصل تحت الأنقاض. لحد الآن الأمريكان عندهم علم والأمريكان يريد يوصلون بعض من العراقيين إلى الاستغاثة بهم. لا. وصلنا مع الأسف وصلنا إلى هاي الحالة إن نستغيث بالمحتل الأمريكي في سبيل نخلص من أبناء جلدتنا التبعية لإيران والميليشيات الطائفية اللي هي إجرامها أقبح من إجرام الأمريكان نفسهم. شنو اللي قدمت الولايات المتحدة الأمريكية خلال هاي 16 سنة للعراق؟ بالعكس دمار. احنا لو باقين على النظام الوطني السابق احنا كان وضعنا عايشين لا طائفية موجودة لا شيعي يكره السني ولا السني حاقد على الشيعي لأنه تابع لإيران وكنا عايشين لحمة وطنية وكانت عندنا إنجازات وكان جيش وطني وكانت أكو كرامة عراقية اللي حاليا افتقدها العراقي بكل دول العالم. أي عراقي عايش بأوروبا عايش بإيران بعمان بأي دولة كانت هو فاقد الكرامة نهائيا بسبب الأمريكان والاحتلال الأمريكي بالأول. لا. حاليا احنا صار مو احتلال أمريكي صار احتلال إيراني وياه يعني احتلال إيراني وقامت الناس تقول لك خلنا نخلص بس من الإيرانيين وسطوتهم لأن دول ناس قذرين وناس عندهم أحقاد عمرها 1400 سنة جاي ندفع ضريبتها احنا أبناء السنة يا تارات الحسين وهذا القتل الممنهج على الهوية. لا. واللي اسمه عمر ينقتل واللي اسمه عثمان ينقتل واللي اسمه أبو بكر ينقتل كل من بسبب الأمريكان. نعم شكرا شكرا لك أخ صباح من بغداد. طبعا أنت ذكرت الكثير من المنجزات ومنجزاتها المهمة للولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي وجود هاي الشكول اللي احنا ما كنا نشوفها ولا كنا نعرفها واللي سموا نفسهم حكومة وهذول الشكول اللي أسسوا الطائفية وأسسوا كل شيء وخلوا الفساد ينخر الدولة وخلوا العراق متأخر في كل شيء ومتقدم في أسوأ شيء بالعالم. فاصل قصير ومن ثم نعود. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 1730 أفقي إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 1280 أفقي. طبعا أهلا بكم من جديد مرة ثانية برنامج صوتكم. أكو تصريح غريب عجيب طلع من ميليشيا بدر اللي اتهمت بالقوات الأمريكية المنتشرة بالأنبار بالمسؤولية عن تفشي مرض السرطان بالمحافظة. السلام عليكم. خف ما ترضون. ترى زعيمكم من شان وزير نقل متهم أنه أكو مخلفات حربية نقلت من مكان إلى مكان وما انطمرت بطريقة صحيحة وأدت إلى تفشي الأمراض السرطانية. فإذا تردون تفتحون هذا الموضوع ترى أنتوا الملامين به مو هو. فسكتوا أحسن لكم. أروح للواتساب أقرأ بالرسائل اللي دزولنا إياها الناس اللي ما قدروا يتصلون بينا. شخص يقول مرحبا من فضلكم عندي طلب من القناة لكي لا ننسى مجزرة حويجة أرجو عرض قصيدة ميلو بينا إن شاء الله نعرضها على الإدارة وطلبك يلبى.
في عندي شخص صور من تركيا باعث تسجيلات صوتية، ما أقدر أفتح التسجيلات الصوتية على البث. من السعودية شخص كاتب صباح الخير، صباح النور أخويا. أدي شخص داز صور وما أعرف شنو الدعايات. أوكي، أبو حاتم من الموصل يقول أستاذ تحية طيبة لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام. هاي العملية السياسية بالعراق مبرمجة حسب توجيهات المحتل لخدمة الاحتلال الأمريكي الصهيوني الإيراني وحسب توجيهات مجرم الحروب علي خامنئي، وليس للعراق عملية سياسية. هم مجموعة لصوص وقطاع طرق وسراق قوة الشعب وإرادة الشعوب لا تقهر. النصر حليف الشعب عاجلا أم آجلا، التغيير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ أفل. أمريكا البلد الأول بالإرهاب، هذه هي حقيقة، وإيران كذلك، صدقت. السلام عليكم أخف، لا معلومة لكل من خان العراق وكل رخيص يجمع هؤلاء العملاء وتجار الدين. أكو فيديو لشخص عراقي كريم وأصيل يقول تأثرت في حرب العراق وإيران وتعذبت، وعندما بدأ تبادل الأسرى خلعت النعالي الإيراني في الحدود ورميته على إيران لأن لا يشرفني أن أدنس أرض العراق. تاج العرب والفرس بنعل إيراني، خلي سمعون عملاء إيران والرخيصين من الشعب كم هي هوية العراق غالية عند الشرفاء. اتصال عدي أبو حاتم. أبو ياسين من الديالة، حياك الله. حياك الله أخي أسد البطل. حياك الله. صدقت يا أبو زهراء ورحمة الله على الأمة الذي أنجبتك، هو هذا الحقيقة. أما أخي أسأل، أمريكا غزتنا بدريعة كاذبة هي وحلفائها وأذناب العرب لجت غزة العراق. الدريعة ما لها أي وجود ولا لها مصداقية، غزتنا وشافتنا الوين، ويشهد عليها سجن أبو غريب والبطلة الشهيدة بنت بابل جلال وبحقوق الشعب بما كفاية. ولكن خليفها من الشعب انه ترى امريكا جابت ايران من اجل شوفنا الموت حتى نرضى بالاسطونه، فايران الموت وامريكا الاسطونه. عمي هما مشروعهم واضح، وجابت ايران خلتها ببسط العرب حتى تخوبي العرب وتاخذ ما تاخذ من العرب، دول الاذناب اللي على استعمال الخليجيين تاخذ اموالهم والشعب العربي جوعان ومهجات. اخي حياد من المعيد جدا نستنجد بامريكا، لازم احنا نتوحد بصوت واحد، وانا نشد اخواننا الشيعة ولا يزعل يثق بالله العظيم. ايش وقت تتحررون من المرجعيه ذات الوقت تكون عندكم الولاء للوطن وتكونون من 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 محسوبين على امه الرسول. اخي المرجعيه ترى هي مشروحه واضح تاكو ولا الايران، وهي تخدم امريكا وتخدم ايران، ما تخدم الشعب العربي. لو تخدم الشعب العربي هاي الجرائم اللي وثقتها امريكا بالعراق والوطن اللي وثقتها ايران بالعراق هي صامته. الشعب العراقي يهجر ويقتل، وسجون عينك وما شافت، ما عدا السجون السريه، وهي موقفها واضح ثابت انها هي مداعمه للحكومه وما لها علاقه ولا لها ولا للشعب. مستفيده مستثمر اموال العتبات المقدسه وتاخذ حصتها بما كفايه، وهي اللي كيف تنصب وهي اللي كيف تشخص. ولا تفكر بلا مرجعيه ولا تفكر بذول حكومة الأذناب، إنه ترسخ يا أبو السكريت يا أخل. روح شوف القصور الرئاسية اللي هي السكريت تقبل الله العظيم، هي شوف دجلة داخل الأسوار بالسجون بعيش والله العظيم ما تجي قطرة من الكوريات. هاي السجون اللي ماخذينها مال يم سبايكر. أخي ما يخدمون الشعب، هذا حكومة احتلال. الاحتلال يذل الشعوب، ما يطور شعوب. أنت شفتوا احتلال يرفض الشعب بالعكس، يسوي إبلاغات على الحكومة اللي جيبها إنه يهاجم الشعب وقتل الشعب. فيا أسد بالقرآن العظيم وأخوي عقيل من فرنسا يقول طلعوا ما طلعوا، والله يتغذى أبدا. أمريكا هي موجودة وسفير واحد أمريكي يدير كل هاي المحافظات العراقية بدون يعني مجاملات. أخي هم كلهم ذريعتهم وعدة وكلهم جو الزميل العرب والمسلمين. ما أنا أعتبر لا يمتحدث على العرب والمسلمين اللي محاطين يدهم بيد إيران وحاطين يدهم بيد أمريكا وعارفين هاي الشعب العربي الجوعان. والله العظيم أنا أقول مع الأسف هي الحمد لله اللي هو راح حامل حمى هو حارس البوابة الشرقية الأمين قدام الشيخ عبد الله رحمه الله، انهارت العراق والعراق كله. وأنا أشكرك يا أخي.
نعم، شكرا شكرا لك أبو ياسين. أرجع إلى الواتساب، يقول سيد الفاضل تريد الرحمة من أمريكا على الشعب العراقي، تطلبها من إيران اليهودية اللي دخلت مع العراق حرب 8 سنوات أمدها، أضاقت الجند العراقي البويل والثبور عندما تتمكن من أسرة. أخي العراقي لا يرحم أخوه العراقي ويعذب بكل ألوان التعذيب لمجرد اختلاف المذهب، فلنرحم بعضنا بعضا أولا، ولنهب لنصرة أي عراقي مظلوم كي يرحمنا الله أولا والآخرون. والله صحيح. أبو حسام نعيمي من بغداد، حياك الله، يقول تحياتي لحضرتك والكل كادر قناة الرافدين، لم ولن ينسى التاريخ بأن شرذمة من الخونة والعملاء من الذين يدعون أنهم سياسيين تحالفوا مع الأجنبي على احتلال بلد الحضارات بلد الأنبياء والمرسلين، وقتلوا مئات الآلاف من المواطنين واغتصبوا أعراضهم وهجروا الملايين ونهبوا خيرات العراق وسلموا العراق إلى دولة الدم والإجرام إيران وملال إيران الذين يدعون الإسلام والإسلام براء منهم، وكل ما عاناه ويعانيه الشعب العراقي وكل قطرة دم سالت من مواطن عراقي وكل من تعرضت أعراضهم للاغتصاب يتحملها السيستاني والبرلمانيين العراقيين. يقول السلام عليكم أخي أفل، عندما يتسلط الخائن وطنه ينهب كل شيء منا، وهؤلاء السياسيين أذلاء ويقولون كذلك لأنهم عاشوا على الذل. أخوكم من الأحواز، حياك الله. السلام عليكم، نحتاج إلى ثورة كبرى لتحرير العراق من الأحزاب السياسية والعملاء والخونة من الذيول وعبيد للدول، هؤلاء الأحزاب الفاسدة والعملية العميلة يقصد يتحكمون بموارد البلد، سلطتهم أعلى من سلطة القانون. السلام عليكم يا أشرف قناة، ابن العزيز، الشعب لا حول ولا قوة له، الشعب تدمر، الشعب ضاع من وراء هذه الحكومة الإيرانية، وأضم صوتي لصوت الأخ العزيز أبو طه من العظمية مع تحياتي لكم. أم زيد حياك الله أمنا الغالية. عندنا اتصال، عندنا اتصال من البصرة، يمكن أبو أحمد، حياك الله أبو أحمد. حياكم الله، حياة قناتكم الشريفة، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. الله ينصر الإذاعة العادلة حق الناس الفقراء. تفضل حبيبي. حبيبي الساد الكريم، هاي أمريكا، زين أمريكا، بعد أمريكا اسمها هي أمريكا، زين هاي إذاعة يهودية، إذاعة دمار الدول، دمرت العراق وإيران، وعساها الله لا يوفق لا إيران ولا أمريكا، وكل دم مسلم وقع بالقاع ذمتهم إن شاء الله، ويتموا العوائل وباقوا النفط وباقوا ثروات العراق. نعم. حسبي الله ونعم الوكيل عليهم وعلى إجابتهم. يا أستاذي العزيز، زين لا تصدق إنسان يعذي مسلم أو يعذي عراقي أو يأكل حق العراقي ويرتاح، لا تصدق إنه يرتاح. زين وذولا عملاء ابن عمي الأمريكا من قاسم سليمان الشديد. نعم. احنا شو نسوي؟ حاطين عيننا بعين الله وليل النهار ندعي الدعاء رب العالمين، يعني ان شاء الله ما يظلون على ارض الوطن، هذا الوطن عزيز. نعم. ويريد الارض هذا، يريد الشريف، ويريد الانسان الوطني اللي يحب العراق، والانسان اللي ما يحب عراقه هذا ولا يحب بلده. زين يعني كل انسان عراقي هاي القاعد يمشي عليها، هاي القاعد بيها التراب، يبوسها قليلة، فيها عطر للمش. زين يا أخي، نحن دمرتنا أمريكا، زين وعميلة وإيران، وهاي السوالف بيناتهم، إيران هيك وأمريكا هيك، اثنيناتهم واحد يدفع واحد يكلس. زين قلت له لا، وخلونا سالفة للدول. نعم. بس احنا شو نسوي؟ غير الله ما عندنا، إن شاء الله الله يظلم كل من ظلمنا، كل من دينار خلوه بجيوبهم زين من هالبلد هذا، إن شاء الله يطلع عليهم بالجرب. زين هاي الدنيا ندوم، وين هارون الرشيد؟ وين غيره غيره غيره؟ ما دامت الإنسان أي إنسان ندوم له، زين وإن شاء الله نحاسبهم هناك يوم الدين. نعم. يوم الدين قابل نحاسبهم، هذا البلد كله بذمتهم، من يتيم، من فقير، من أرض الله، من يتيم، من أطفال، من شيبة، كلنا تدمر مع الله وكيل، لا حصة لي حظ، لا يقوم بي حظ، لا ما يشرب بي حظ.
طعم العوبي حط كل العرابين والدود، تفتح الحنفيه تجي الدود، ما شايف الدود هذا منين؟ شط العرب انباع، اهل البصره تدمرت، شوارع تدمرت. نعم. اشوف شوف الزبير وطب بالحيانيه وطب بالقبله وطب بالمهندسين وشوف الوضع بعينك زين عرفت لا؟ كانوا هم عملاء. هو الانسان اللي يجي على بلده، انا اليوم اتعارك وي وي جاري واجيب جاري واطبب عليه بيتي، هذا ايش ترجى منه؟ عنده ذمه وضمير؟ ما عنده ذمه وضمير. نعم صحيح صحيح ابو احمد، انا اعتذر منك لمقاطعتك لكن الوقت راح يدركنا. شكرا جزيلا لك لمشاركتك لنا من بصره الفيحاء. اخر اتصال ويانا بالبرنامج من لندن، ابو علي حياك الله. اخ حسن السلام عليكم حبيبي، تحيه قناه الرافدين الحمد. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. اخ حسن. نعم. كل العالم يعرف، كل الشعوب الارض، صوت الشعب اقوى من صوت السلطه. نعم. كل شعوب الارض. والدلائل واضحة في الدول اللي صار فيها انتفاضات، آخر شيء السودان. يعني أدي 16 سنة أخ أفل. نعم. 16 سنة إلى متى الشعب يظل يعيش تحت معاناة وتحت عملاء وجواسيس وهم يقولون نحن سراق. هسه تخيل يا شعب ايش تنتظر من سائق ولص وقاتل يصير مسؤول عليك؟ هل هذا منصف؟ هل هذا منصف لتاريخك يا عراق؟ هسه احنا ما نكره الشعب العراقي أخو أفل. من دخل الاحتلال الامريكي للعراق اخي اكو ناس قاومت الاحتلال الامريكي، اكو ناس واكو ناس توجهت للدوائر مال الدوله، سرقت املاك الدوله. فخاصه يعني كافي 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 تبعيه للعمايم وكافي تبعيه لايران وكافي اخي افل. هويه العراق هويه يعني مو اليس كنا تاج العرب والفرس العراق؟ هل هذا ينسى الكلام؟ هل هذا ينسى هويه العراق كانت فوق الكل؟ نعم. ليس بكلامي، باعتراف الدول كلها تقول أخ أفل. نعم. إلى أين العراق ذاهب الآن؟ كم كارثة كم مصيبة يمر على البلد بعد؟ بهالحال ذاهب إلى الهاوية، نعم. يا أخ أفل يعني أليس المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؟ يا أخ أفل 16 سنة كم لدغة؟ كم لدغة أخ أفل؟ إيش وقت يتوحد الشعب وينتفض على هؤلاء الجواسيس؟ يخاف يسرقون بيكم كافي يا أخ أفل. من هم هؤلاء؟ والله ودعتك هذول أخ أفل هذول صورة 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 صدام حسين إذا تطلع يخافون منها. نعم. يا أخ أفل إحنا نقول يعني العراق خيبته وكرامته، ليش تفرز؟ ليش هات الهوية العراقية رخيصة؟ ليش؟ صحيح. أبو علي من لندن أعذرني راح أقاطعك لكن الوقت أدركنا فعلا. شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في برنامج صوتكم. رد أخير إلى أبو ياسين. أبو ياسين أنت تقول أنا ما أعرف شنو المشروع اللي جاي بيه لعمايم أو إيران أو أمريكا. أنا راح أقول لك المشروع عمره 29 سنة من التسعين إلى اليوم. المشروع هذا هو تدمير العراق وتدمير دول المنطقة. بدأ بالعراق عام 2003، هم من التسعين إلى 2003 يمهدون ويوقعون بقوة العراق ويسقطون قطعة قطعة من قطاعات الجيش العراقي ببعض الضربات العسكرية اللي سووها فترة من الفترات، وكل فترة كانوا يعيدون ضربة عسكرية حتى يحتلون البلد. يحتلون البلد ليش؟ مثل ما قال دونالد رامسفيلد، صدام حسين رايح ما رايح، احنا محتلين العراق حتى يحلون الجيش العراقي، حتى يجي بول برايمر يروح الجيش العراقي وتروح سوريا وتروح مصر وراها. والمشروع انه تجي امريكا ويجي دونالد ترامب ويعطي القدس الى الكيان الصهيوني والجولان. وصدقوني أنا دا أشوف إمبراطورية صهيون الكبرى من الفرات إلى النيل قريبة إذا بقى حال العرب على ما هو عليه وإذا بقى العراق على ما هو عليه. تقبلوا منا أطيب التحيات، إلى اللقاء.